هادشي زوين. المهم الغزالات ديالي غنخليها ربع ساعه ومن بعد غادي نغسلها ونعاود نرجع معاكم باش تشوفوا النتيجه. ديروا لايك ديروا لايك قبل ما تشوفوا النتيجه. ديروا لايك. يلا خليكم معايا هكا. نعم مساند الرسمي ديالي انا ما تندير حتى شي حاجه. اغلبيه لي فيديو ما كندير والو كندير غير هكا. بعد المرات ملي كنقادو هكا يا بصبعي تندير ديك اللعبه ديالها باش تطلع الزرو اش كيقولوا لها هي هذيك. المهم راكم عرفتوها. راكم عرفتوها البنات بحال هكا. المهم ها هو سميتو هدى بيوتي. هدى بيوتي مات كما كتشوفوا. هاي جايز هذا البنات لاباس عليكم بخير اموركم مزيان كنتمنى انكم تكونوا بخير والى خير وما ناقصكم خير. ومرحبا بكم معايا في هذه الوصفه ان شاء الله غادي تعجبكم انا متاكده كيف ما كيعجبكم جميع الوصفات ديالي. كنشكركم بزاف وكتقولوا لي كنبغيوك فاطمه زهراء. انا ماشي كنبغيكم كنحماق عليكم وكنموت عليكم وما كتشوفونيش ديما اكتيف معكم ديما كنحط لكم وصفات حيت عزاز عليا وما كنبغيش نغبر عليكم. والمحبه متبادله قسما بالله يعني بلا هذا اليوتيوب محبه متبادله لان نتوما ابار الوصفات كتهضروا معايا في حاجات اخرين وكتسولوني على بزاف ديال الامور يعني كتبينوا لي على انكم فريمون انا عزيزه عليكم وهذا الشيء كيعجبني بزاف. الا سمعتوا هذا الخبيط ما تديوش علينا يا اخيتي ما تديوش علينا راه بابا ما عادش كيخبط في الصباح والله الا لا تنسالي ليه سالي ليه ونطلع ليه. المهم راه يمكن كيصاوب شي حاجه. المهم المهم بنات اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه زوينه غادي تنقي لكم البشره ديالكم وكتريح البشره وكتصفي البشره وزوينه بزاف. وغادي تقولوا لي كتبارطاجي معنا بزاف فاطمه زهراء الوصفات ديال البشره وديال الوجه وديال التبييض ايه لان معظم البنات كيبغيو هاد الشيء هذا يعني كيبغيو يفتحوا لون البشره ديالهم بحكم ان دابا الصيف والشمس كتهلك لينا البشره ديالنا كتشوط لينا البشره ديالنا وكتكحل بصح والله العظيم الا كتكحل. فضروري نعاونوها بوصفات اللي بحال هكا وصفات اللي زوينه على الاقل نبقاو غير في اللون ديالنا. المهم ندوزو دابا نشوفو الغزاله ديالي بالنسبه لهاد الوصفه هذه وصفه زوينه بزاف انا متاكده انها غادي تعجبكم. غادي يعني نستعملوا فيها النيدو كما كتشوفوا حليب مجفف. غادي ناخذ اوبس غادي ناخذ معلق ديال حليب نيدو معلقه صغيره. جربوها البنات جربوها وردوا عليا الخبار جربوها وردوا عليا الخبار راها غزاله غزاله بزاف. غادي نحتاج الكاكاو نفس الكميه معلقه صغيره كما كتشوفوا. غادي نمزجهم مع بعضياتهم. بالنسبه للكاكاو كاكاو مر ماشي داك الحلو. ديجا كنت استعملته في واحد الوصفه وقالوا لي واش الحلو ممكن تستعملوه. لا انا كنهضر لكم على كاكاو مر. صافي كنمزج اسمحوا لي سهيت مع الزلافه ونسيت انها ما بايناش. دابا غادي نزيد عليهم كما كتشوفوا نزيد عليهم ياغورت طبيعي معلقه ديال ياغورت طبيعي حتى لجوج على حساب يعني الوصفه باش ما تجيناش عاقده بزاف. صافي غادي نخلط بحال هكا. يعني هاد الكميه ديك يعني ديري بها شحال من مره ممكن تخبيها في الثلاجه ما غادي طرا ليها حتى شي حاجه.
ممكن تحتفظي بالوصفه في الثلاجه. بغيتيه يكون استعمال يومي ماشي مشكل، ديجا الوصفه طبيعيه ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تاذيك. صافي دابا غادي نمرو باش غادي نطبقوها ان شاء الله. رجعت معكم الزوينات ديالي، كما كتشوفوا وصفه زوينه وسهله، وانا كنحط لكم غير الوصفات الساهلين البنات. ديما كنحط لكم وصفات ساهلين يعني ما كنصعبش الامور، فالوصفه زوينه غادي نطبقها على الوجه ديالي. كتحطوها بهذا الشكل هذا البنات، طبقه اللي تكون غليظه بحال هكا. البنات عاوتاني نرجع هنا ومع دانون بارد وكتبرد على الوجه. وكنخليوها ربع ساعة في الوجه ديالنا. شحال وحده كتقول لك عاوتا تخربقوا علينا وصفات ما تيعطيوش نتيجة؟ اختي اختي الوصفات كيعطيو نتيجه، واش انايا كنلعب هنايا ولا شنو؟ الوصفات كيعطيو نتيجه مع المداومه، ما يمكنش شي حاجه ديريها في الوجه ديالك المهم هي كتعطيك كيبان واحد الفرق اللي بسيط، ولكن مع المداومه راه فريمون الفرق كيكون كبير بزاف. كنطبقها على وجهي هكا. صافي وكنخليها ربع ساعة، ومن بعد كنغسلها بماء فاتر وكنرطب لابو ديالي يعني بأي حاجة كانت عندي، سواء كوك ولا زيت عادية ولا كريم نيفيا. بزاف البنات كيقولوا لي شنو الكريم اللي كتستعملي، كريم مرطب أو لا كريم إدغاطو؟ فكندير أنا نيفيا او لا كريم دوف، ديجا بارطاجيته معاكم. يا ما تدوش عليا راني كنحماق كنحماق يا اختي كنحماق بعد المرات. ها انتما البنات نديرو العنيق حتى هو باش ما يبقاش فيه الحال. صافي ابو كتستافد صراحه البنات. وصفه بالنسبه لهاد الوصفه يديروها البنات اللي عندهم بشره حساسه، اولا البنات اللي عندهم بشره مختلطه، اولا البشره الجافه بحالي. اسمح لي نحيد هذا المخطب رصدقني بحال هكا. يعني وصفه لكاع انواع البشره. المهم الاهم هو انك تحطي تبقى غليظه باش لابو كتستافد. صراحه هادشي زوين. المهم الغزالات ديالي نخليها ربع ساعه ومن بعد غادي نغسلها ونعاود نرجع معاكم باش تشوفوا النتيجه. ديروا لايك ديروا لايك قبل ما تشوفوا النتيجه. الغزالات ديالي انا رجعت معكم بعد ما غسلت الوجه ديالي ودرت شويه ديال العكار اللي دائما كتسولوني عليه وكتقولوا لي وريه لينا، وانا ديجا وريته لكم البنات. ها هو ها هو العكار، نعم مساند الرسمي ديالي انا، ما تندير حتى شي حاجه. اغلبيه لي فيديو ما كندير والو، كندير غير العكار. وبعد المرات ملي شال قادو هكا يا بصبعي تندير ديك اللعبه ديال ها باش تطلع الزرو اش كيقولوا لها هي هذيك. المهم راكم عرفتوها راكم عرفتوها البنات بحال هكا. المهم ها هو سميتو هدى بيوتي، هدى بيوتي مات كما كتشوفوا. وهذا البنات بخمسة دراهم من عند الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال خمسة دراهم. مهم كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وكنتمنى ان نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم،
وما تنسونيش بلي لايك وبالبارتاج، وما تنسوش تدخلوا عندي لهنا الانستغرام. مرحبا بكم، بوسه كبيره لكم، تهلاو في ريوسكم.